السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم راح نبين كيفية تغيير لغة الحاسوب إلى اللغة العربية أو أي لغة أخرى. أول شيء راح نتناول كل ما يخص اللغات، لغة الشاشة ولغة الكيبورد. يعني راح أضيف لك لغة عربية إضافة للغة الإنجليزية في الكيبورد إذا كانت لم تحتوي على اللغة العربية، وأنت تقدر تضيف لغة عربية أو أي لغة أنت تحتاجها، سواء كانت روسية فرنسية أي لغة، ولكن راح أكد عني على اللغة العربية اللي هي لغتنا، وكذلك على لغة الواجهة الأساسية لنظام التشغيل، لنظام التشغيل الويندوز 7. ويندوز 10 سيجي عليه فيديو آخر بالتفصيل، هسه اليوم حول الويندوز 7 فقط. فمثل ما حتلاحظون هنا عندنا الحاسبة تحتوي على الويندوز 7. في البداية هحتاج إلى يا اما فايل بلغات جاهزة او تكون مشبوكة في الانترنت. مثل ما تلاحظون الحاسبة ما مشبوكة في الانترنت، فاحتاج الى الوايرلس هذا اربطه باليو اس بي مباشرة، راح يعرف لي الحاسبة ومباشرة راح يقرأ لي شبكة الواي فاي واضيف اللي هي فنربطها في فيشة اليو اس بي ونشتغل. فمثل ما لاحظتوا ربطت الواي فاي، احتاجت الى انه اعرف الواي فاي على الحاسبة لما قرتها من اول مرة او تشغيل الى او ربط الى الحاسبة، فاحتاجت تعريف فعرفت الواي فاي مثل ما لاحظتوا امامكم. والان راح نجي على نقطتين مفصلتين. النقطة الاولى كيفية اضافة اللغات الى الكيبورد. فخلنا نفرض انه تلاحظ هنا أنا هسه اللغة اللي عندي هي لغة عربية وإنجليزية، شلون أقدر أضيف لغة ثالثة؟ وإذا كانت عندي مثلا فقط إنجليزية شلون أضيف اللغة العربية؟ في البداية نروح على Start Control Panel، وبعدها راح نروح على Click Language and Region بها Language، بعدها راح نروح آخر شيء Change Keyboard or other input method. هنا تضغط عليه تلاحظ هنا شكو عندك هنا change keyboard، من هنا نقدر نضيف، من هنا نقدر نضيف ونحدد اللغة الأساسية. إذا فرضت هنا إنجليزية راح أقول له apply، راح تقول اللغة الأساسية هي فقط إنجليزية. خلنا نأخذ فكرة، حضغط على العربية راح أقول له remove إزالة، added إضافة remove إزالة، فنقول له ريموف واقول له ابلاي وحنقول له اوكي. تلاحظ هنا اختفت، فقط صار لغة انجليزية. تلاحظ هنا فقط لغة انجليزية، ما عندي نهائيا اي لغة عربية. نلاحظ هنا ما عندنا اي لغة، فقط الانجليزية. لو افتح اي ملف مثلا، فنفتح لنا ملف نيو والتكست، نفتح التكست تلاحظ هنا فقط انجليزي، حتى لو اريد احوله ما يتحول، فقط عندي لغة انجليزية، ما عندي من انا اصلا اي لغة ثانية. تلاحظ هنا شلون اضيف اللغة، قلنا نفس الفكرة لاحسدها وارجع نروح على كنترول بانر من ستارت، وبعدها نروح على كنترول بانر، وفيما بعد على تلاحظ هنا كلوك لانجويج اند ريجون، نروح على تشينج كيبورد، نانا change keyboard، اقول له added، راح اضيف اللغة. شنو لغة تريد تضيفها؟ هاي كلها موجودة هنا، صينية انجليزية فرنسية اي لغة انت تخطر ببالك. انا احتاج اللغة العربية العراقية، هنا عربيك عراق، نضغط عليها keyboard، احتاج اللي 101 واقول له اوكي، راح اقول له apply. تلاحظ مباشرة من قلت له موافق وابلاي ظهرت لي في التول بار، ظهرت هنا بقى الانجليزية والعربية ضفتها. تريد تضيف لغة اخرى نقول له ادد ايضا، يا لغة تختار ببالك انت هنا، مثلا عندك اللغة الصينية تدوس على الصين، بعدها الكيبورد يا رقم هنا يا صين، تريد مثلا عندك هنا السمبل واحد اقول لها اوكي، من اقول له ابلاي راح تنضاف، ضفت له ابلاي، انضافت لي هنا هسه باعت تحت،
انجليش عربيك وصينيه. اريد الغي الصينيه ما اريدها، فقط احدد عليها وراح اقول له ريموف، وراح اقول له ابلاي. تلاحظ هنا أنا. هنا أنا ايضا اختفت. تلاحظ هنا أنا ايضا اختفت انجليش وعربك، ماكو بعد الصينيه. هسه تبينت بالنسبه الى الكيبورد اي لغه تقدر تضيفها بغض النظر عن اللغه. من انا تقدر تضيفها في الويندوز 7 من كنترول بانر، وتروح عندك على اللانجويج وعلى الكيبورد، ونختار اللغه اللي نريد نضيفها احنا بدون ما تحتاج انترنت، بدون ما تحتاج اي شيء، حتى ما مستخدمه. فهاي عمليه اضافه اللغه للكيبورد عربنا. هسه نحتاج الواجهه كلها، شلون اتحكم بها، شلون اغيرها الى لغه عربيه او اي لغه اخرى. فتابعوني. تلاحظ هنا ديسبلاي لانجويج نفس المكان كيبورد ان لانجويج. تلاحظ هنا لي جوا ديسبلاي، ديسبلاي يعني الواجهه التشغيل. هنا انستول او ان انستول ضيف وتمسح وجه. راح نقول له نضغط عليها ظاهر هنا. شوف تريد تتنصب لو تمسح، اريد انصب حقول له انستول. راح اقول له لانش ويندوز ابديت. راح نقول له تشيك ابديت. انستول انستول براوز. هاي كلمة براوز اذا كنت انت تمتلك على شكل ملف منفصل اللغة اللي تريد تنزلها، فمباشرة تقدر تنزلها من هنا. واذا كنت ما تمتلك لازم تحدث الويندوز 7 على اخر اصدار، مثل ما دا يسوي عندنا في الخلفية هنا. تلاحظ هنا قاعد يبحث وراح يضيف اللغات، عينك يا اللغات يا لغة انت تحتاجها وتنزلها. فبالحالتين تقدر تنزلها اذا كان عندك كملف، واذا كان ما عندك ملف بس عندك انترنت يحتاجك انترنت قوي، وراح تطلع لك اللستة وتنزل من عندها اللغة اللي تريدها كواجهة مستخدم. الان راح اجي انصب اللغة العربية بالنسبة الى واجهة المستخدم، بالنسبة الى عملية تنزيل هذا البرنامج او اللغة عن طريق الرابط موجود في اسفل الوصف. وفي نهاية الفيديو راح اذكر لكم كيفية تختار الجزء او اللغة او النسخة المناسبة الك. فانا نزلت بالنسبة الى ويندوز 7 32 بت و 64 بت تحويل واجهة الى اللغة العربية، سواء كان ويندوز 32 بت او 64 بت. فكل اللي عليه هو انه اشغل التنصيب، وبعد ما اشغل التنصيب فقط انتظر الى ان يكمل. بعد عملية الانتظار راح نذهب الى كنترول بانر، ومن كنترول بانر راح اروح الى كلوك لانجويج، ومن عندها نفس المكان راح اذهب الى تشينج ديسبلاي لانجويج. راح تلاحظ هنا لافتنا اللغة العربية، كانت فقط انجليزية او ما تظهر، هسه نقدر نغيرها الى اللغة العربية. كل اللي عليك هو اختار فقط اللغة العربية، وراح اقول له فقط موافق ابلاي واوكي. راح ترست الحاسبة ثم تتحول الى اللغة العربية كواجهة المستخدم بالكامل. تقدر من خلال هذا الموقع تنزل اي لغة انت تحتاجها، مو فقط اللغة العربية.
ونلاحظ بعد ما رستت الحاسبة لاحظ صارت انها باللغة العربية كواجهة مستخدم واصبحت الستارت في الجهة اليمين وليس اليسار. نقدر نرجعها الى اللغة الانجليزية من نفس البكال لكنترول بانر ولغة واجهة مستخدم، تختار انجليزية لان احبها اصلا انجليزية. هذا هو الموقع اللي تقدر تنزل به اي لغة، فانت حسب اللغة اللي انت تحتاجها. تلاحظ هنا اللغة العربية اول اختيار، فتقدر هنا تلاحظ هنا النسخة 64 بت، فيقول لك هنا حجمها، فتقدر تختار اللغة وتقدر تختار سواء كانت 32 بت او 64 بت من الخيارات الموجودة في يسارك. تلاحظ هنا واللغة اللي انت تريدها، كل عليك تضغط عليها ثم راح تبدي تتنزل، وبعد ما تتنزل تنصبها مثل ما سويت اني سابقا. وهذا اللي كان عندي اليوم، لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التنبيهات لكي يأتيك كل ما هو جديد. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي اجوبة بالتعليقات وسأرد عليه باقرب فرصة ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح اترككم الان، هنا نصبت ويندوز عربي وححوله بالعكس الى اللغة الانجليزية بدون تعليق، نفس الخطوات ولكن الديفولت الاصلي هو لغة عربية، ولححوله الى اللغة الانجليزية.